اتحاد المصارعة اتحاد المصارعة من الاتحادات اللي للاسف نتائجها كانت مخيبة للآمال بشكل كامل. م. بشكل كامل يعني اتحاد المصارعة رئيس إيه؟ اتحاد المصارعة؟ آه أستاذ محمد محمود آه. آه هو رئيس الاتحاد المصري للمصارعة آه قيمة الدعم طبعا 56 مليون الباريس آه 28 مليون آه محمد جابر حقق المركز الخامس عبد اللطيف منيع حقق هو أيضا المركز واحنا الخامس. كنا مستنيين ميدالية في المصارع. ميداليتين اثنين ميداليتين من المصارعة آه. ما ولا واحدة بالظبط وطبعا كيشو من الدور الاول دي النتيجه يعني بطل اولمبي عيب انه طبعا يكون مودع من الدور الاول مش أوه. مش نتيجه مش نتيجه احنا منتظرينها تمام انت راجل رايح بالمناسبه كيشو من اكتر اللعيبه في مصر اللي خدت دعم خلال السنوات الماضيه ولكن أوه. مش هن... مش احنا مش بننهي لاعب لكن لازم ان يكون اللعيب برده عنده حته اللي هو 8. انا حققت ولا ما حققتش صحيح تمام احنا نشوف نتايجه في طوكيو محمد ابراهيم كيشو برونز <applause> تمام هيثم فهمي المركز تاسع وكان برضو محمد مصطفى المركز الخامس عبد اللطيف منيح حقق المركز التاسع عبد اللطيف منيح كنا من متوقعين ان هو يجيب ميداليه عشان كان مستواه رتمه العالي كان داخل ان هو يقول انا صح. آه جاي جاي اعمل ايه الفتره الفتره اللي جايه يعني فهو برضو من الاتحادات اللي بصراحه آه كنا منتظرين منهم ميداليه ولكن برضو في في حته في بعض الالعاب احنا متفوقين فيها وخاصة الألعاب القتالية تمام دي الحاجات اللي احنا برضو لازم نتكلم فيها ان في بعض الألعاب تايكوندو مصارعة جودو الألعاب دي مصر ورفع أثقال طبعا الجينات المصرية متفوقة فيها فلازم أن يكون الدعم ليها أعلى ده طبيعي محمد جابر بالمناسبة لعيب ما كانش بياخد دعم يعني نقدر نقول غير الدعم من الوزارة ومن الاتحاد ودي حاجة تشكر على وزارة الرياضة واتحاد المصري المصارعة تمام ان ما باللعيب ما يكونش معاه هم بيدعموه ولكن ما بيبقاش نفس الدعم بتاع زميله اللي جنبه، ما بيبقاش نفس الدعم خالص هو التاني ده بياخد رقم كبير جدا في في جاب كبيره قوي تصل مثلا ممكن لاربع مليون جنيه، واحد تاني بياخد مثلا رقم كده يعني فاهمني؟ لا يعني. رقم حلوه كده يعني دا.